ولكن فقرتنا الجاية مهمة جدا وللأمهات. راح نتكلم عن مشكلة يمكن يواجهوها أغلب الأمهات وخصوصا في هذه الفترة وفترة التعليم عن بعد. تخيلوا مع بعض، خلونا نتخيل لو كان عندكم جهاز في البيت، هذا الجهاز إيش يسوي؟ يصحي أطفالكم، يخلوهم يروحوا يفرشوا أسنانهم، يغيروا ملابسهم، يذكروهم بموعد موعد الدخول على منصة مدرستي، أو أنه يتجهزوا عشان يروحوا للمدرسة. فهذا يعني بشكل عام هذا الجهاز ممكن يؤدي الوظائف المهمة أو اللي الأم ممكن تنشغل فيها للأم للأبناء. فصراحة مرة عجبتني فكرة هذا الجهاز اللي ابتكرت وصممت هذا الجهاز معانا اليوم في البرنامج. فاسمحوا لي ارحب بضيفتنا رزان عفيف، مصممه منتجات. مساء الخير رزان. مساء النور. اهلا. ما شاء الله عليك، يعني فكره الابتكار رهيبه، بس انا جاني فضول اعرف انه هل من جد عندك مشكله مع الاطفال؟ هذه المشكله هي اللي خلتك تفكري انك تبتكري جهاز مثل هذا الجهاز؟ هي ما نقول مشكله، بس هي من بعض المواضيع اللي تجي في بالنا دائما، خصوصا انه حوالينا عوائل واغلب العوائل فيها اطفال، فبنشوف ايش المشاكل اللي بيعانوا منها الاطفال، والاطفال دي الايام بيحتاجوا رعايه واهتمام اكثر من المصممين والمبتكرين. طب اعطيني تفاصيل هذا المنتج، يعني ايش فكرته الكامله؟ من وين بدت معك ولين وين وصلت بالنهايه؟ طيب، هو المنتج مشروع تخرجي. فمشروع تخرج عندنا في الجامعه مقسم لقسمين، سمستر 1 سمستر 2. سمستر 1 بنبدا ندرس يعني برودكتس في مجالات مختلفه، فبندرس منتجات في الطب، منتجات لأدوات المنزلية، لأدوات الرياضة، وكمان الألعاب. فكل واحدة فينا بتشوف إيش المجال اللي هي مايلت له أكثر واللي جاذبها أكثر تبي تسوي مشروعها فيه. أنا كان أكثر شيء جاذبني الألعاب، فدخلت مجال الألعاب لأنه قد سويت لعبة كمان قبل في الجامعة، فدخلت مجال الألعاب والانتر اكتيفيتي والسمارت تكنولوجيز. فبعدها نبدا الديزاين بروسيس، لانه الفكره تكون لسه عندنا ما هي مكتمله، ما احنا عارفين ايش المنتج النهائي اللي حيطلع معانا. فالديزاين بروسيس بيرتب لنا الافكار. ففي الديزاين بروسيس بدات اجمع ايش المنتجات او خصوصا الروبوتات المنزليه الموجوده حاليا في السوق، وادرسها اشوف ايش المميزات اللي فيها، ايش العيوب، ايش الاشياء اللي ممكن تنضاف لها. فبعدين نبدا الماركت ريسيرش، نشوف ايش اللي حاليا موجود، ايش اللي ينقص السوق. بعدها نشوف الاوبزرفيشن، نبدا نلاحظ ونكتب البوينتس اللي طلعناها من كل الدراسات اللي درسناها. فمن خلال الاوبزرفيشن عرفت انه الاطفال بيحتاجوا مساعده في نقاط معينه، منها اللي يحتاجوا احد يصحيهم من النوم بطريقه انه تخليهم يصحوا هم مبسوطين ما يصحوا هم منكدين. يحتاجوا احد يساعدهم في الواجبات لان اوقات الام تكون مشغوله فلازم احد ثاني يساعدهم. يحتاجوا مثلا احد يلعب معاهم يحركهم. فقلت ليش ما اسوي منتج يكون فيه كل المهام هذه وفي نفس الوقت بيشيل حمل عن الأم، فبيساعد الأم وبيساعد الطفل بس تحت إشراف الأم، يعني يكون متصل مع الأم من خلال الكاميرا ومن خلال أبليكيشن متصل بجهاز الأم. الله، يعني هذه كل المهام ممكن الطفل يؤديها مع هذا الجهاز، والأم تكون شايفتها ومنتبهة على الطفل في نفس الوقت. عمل جميل جدا. طب ليش خليتيه على شكل درون؟ يعني كان ممكن يكون على شكل روبوت او رجل آلي مثلا، ليه اخترت انه يكون درون؟ طيب، هو الجهاز سميته بادي، انه الرفيق للطفل، تبي ذا بيست بادي فور تشيلدرن. فعندنا قانون في البرودكت ديزاين اللي هو فورم فولوز ذا فانكشن، الشكل يتبع الوظيفه. فالوظيفه حقت المنتج البادي، الوظيفه حقته انه هو يكون مرافق للطفل، يعني طول ما هو جالس في البيت، طول ما هو بيحوم في البيت يكون معاه. فلو سويت انه شكل ثابت ما راح يؤدي الوظيفه اللي المفروض هو الرساله منها انه يؤديها. فعشان كده خليته على شكل درون، فيتبع الطفل، يصحيه، يودي الحمام، يمشي معاه. والله حبيت الفكره وقاعده اشوف التصاميم معانا شيء رائع. يعني هل هذه الفكره تصممت خلاص وخرجتي بالشكل النهائي ولا لسه؟ خرجت بالشكل النهائي، بس انه كانت مشكلته انه ما بيطير،
لانه كان وقت الجوري فكنا لسه طالبين المراوح من برا ما وصلت، بس انه كان كل شيء فيه جاهز، السكرين، البروجيكتر، كل حاجه، الجهاز نفسه جاهز وبيشتغل، اللهم انه لسه ما بيطير. طب انت ما شاء الله يعني خلاص حطيتي الخدمات الموجوده وبرمجتي الخدمات الموجوده في هذا النظام وهذا الجهاز، لو جاتك ام مثلا قالت لك بالله انا ابغاك تغيري لي هذه الوظيفه وتضيفي لي هذه الوظيفه، هل تقدري تعيدي وتغيري وتبرمجي ولا البرمجه ما تتغير؟ لا اقدر، بس انه مو الحالي، بمساعده مبرمجين يكون لازم معاي عشان يضيفوا بعض الابلكيشنز اللي تتبرمج على الدرون، فلما تنضاف عادي مدينا نغير ونزيد ونعيد. طب هل انت بتقرأي كثير للمبتكرين والمخترعين والمصممين خصوصا في تخصصك رزان تصميم منتجات؟ لازم تقروا، لازم تاخذوا فكره اكبر، لازم يكون خيالكم واسع جدا زي خيال هذا الجهاز اللي ما شاء الله تبارك الله ممكن يحل ازمه ويفك ازمه للامهات جدا كبيره. يعني هل تاثرتي بقصصهم وكيف واجهوا المتاعب وبالنهاية أن وراء كل نجاح يكون ممكن 100 فشل لهذا الشخص؟ في مصممين كثير بقرأ لهم، منهم ستيف جوبز، بيعجبني فيهم من أغلب المصممين غير ستيف جوبز، يعني أغلبهم المصايب والأشياء الصعبة اللي بيواجهوها في البداية، المشاكل اللي بيواجهوها في البداية هي اللي بتخليهم يوصلوا للنهاية اللي كلنا دحين بنعرفها بسببهم، يعني هي اللي بتوصلهم للنجاح اللي هم واصلين له. فان شاء الله اتمنى انه يوم من الايام اكون شخص ملهم زيهم باذن الله. هذا الانجاز وهذا التصميم صراحه يعني اتمنى له نجاح كبير، وباذن الله ممكن ينجح اذا نفذ بالطريقه الصحيحه جدا. طب ناس كثير ممكن تكون ايضا عندها افكار وفرحت في البدايه بالفكره والانجاز لهذا التصميم ولكن ما كملت في المشوار وما كملت في التنفيذ وما كملت في الاستيراد والتصدير لهذا المنتج، فممكن رزان تكمل في هذا المشروع وتخليه فعلا منتج حقيقي في النهاية أو لا؟ هو وقت الجوري كان منتج حقيقي بس زي ما قلت لك ما كان بيطير، فأكمل فيه ممكن، طبعا لازم أنه أكمل فيه لأنه مشروع تخرج، فأحس أنه ولدي كذا لازم أكمل وأكبره زيادة، فإن شاء الله ليش لا. هل جاكي مستثمرين أو لا؟ حاليا لا لسه. بتفكري هل بتبحثي عن انا جالسه بدور جالسه بدور لسه واتواصل معاهم ان شاء الله لما الاقيهم. طب اكيد واجهتي انتقادات، يعني في ناس ممكن تقول لك لا انا كيف اخلي طفلي مع روبوت او جهاز الي او ما اضمن او اصوات محبطه، فكيف واجهتي هذه الانتقادات؟ هو ما واجهت انتقادات كثير لانه لما في البرودكت ديزاين لما تجيب الفكره تجيب معاها المنتج فتوريهم انت المنتج الشغال مع الفكره، فهم خلاص انه انبهروا بالمنتج. أيوه بالضبط. فما سمعت منهم فما حيقدروا انه يقولوا انه انتقادات كثيره، غير انه جاني واحده من الانتقادات في الجوري كان واحد بيقول لي طب هو درون المراوح خطيره على الاطفال، قلت له هو في له سنسرز، كنت قايل انه في له سنسرز للقياس بطول الطفل، يعني مثلا الطفل طوله 130 لنفرض، السنسرز هذه بترفع الدرون 30 ل 40 سنتيمتر فوق الطفل بحيث انه الطفل يده ما توصل للمراوح. فوقتها قام قال لي اوكي خلاص تمام. حلو هذه نقطة مهمة جدا. طب خليني افكر معاك شوية رزان، ايش في اشياء جات في خيالك او مشاكل حاولت انك تلاقي لها حلول من خلال تصاميم؟ يعني مثلا انا واحدة من المشاكل اللي اواجهها نفسي في روبوت كذا يجي كل يوم يسوي لي ميك اب وشعري والبس وادخل على البرنامج. نفسي احلم في هذه الغرفه، عرفتي هذه الغرفه اللي تدخلي لها او زي الجهاز، بس احط وجهي اطلع في 5 دقائق انا جاهزه داخله. فهل ممكن هذا الشيء نلاقي له مشكله؟ وكمان خلينا نتكلم عن مشاكل ثانيه. والله هو يعني حاليا في الوضع ده في التكنولوجيز هذه ما في شيء مستحيل، يعني ممكن يصير ليش لا. فايش المشاكل اللي ممكن يعني الواحد يحلها؟ يعني في مشاكل كثير صراحه في بالي بس لسه تحتاج انه دراسات من كتب، لان هي مره كثير تحتاج انه ارتبها وادرسها حبه حبه بتفاصيلها وبعدين ابدا فيها حبه حبه. خلينا نقول على السريع مثلا اكثر مشكله بتواجه الشباب. ايش اكثر مشكله؟ ممكن اكثر مشكله تواجهنا احنا البنات المكياج زي ما قلتي، اختي زكي اختي مره تحب المكياج فمكياجها كذا بعثر في كل مكان، فممكن
روبوت اللي في الالعاب، فممكن روبوت يرتب لها المكياجات. فكري مره بهذه المشكله، صدقيني انا ممكن اشاركك في هذا الموضوع ونستثمر في هذا المشروع وينجح مره، خصوصا في هذه الفتره. طب هل اليوم انت بتشتغلي في نفس مجالك ولا لسه ما لقيتي وظيفه؟ أنا قد اشتغلت يعني وقت ما تخرجت اشتغلت في كذا مجال، وكلها مجالات تحت البرودكت ديزاين. يعني قد اشتغلت از لوجو ديزاينر، اشتغلت از جرافيك ديزاينر، اشتغلت كاستم ديزاينر في احد الافلام، و 3 دي موديلر. فكلها تحت البرودكت ديزاين، يعني مكان ما اروح اشتغل ايش ما كان المسمى حيكون تحت البرودكت ديزاين. حتى لو كان انه برودكت في داخل الانتيريور ديزاين حتكون برضه لها علاقه في البرودكت ديزاين، فكلها متصله في بعض. جميل. رزان نورتينا وشرفتينا اليوم، نتمنى لك كل التوفيق في هذا المجال واستمر في الاختراعات الفظيعه اللي قاعدين نشوفها، ونتمنى باذن الله تلاقي لنا مشكله المكياج ان شاء الله. شكرا لك رزان. مشاهدينا مكملين معاكم اكيد، وتزامنا مع اليوم العالمي للنظافه شبابنا في الميدان، انتظرونا بعد الفاصل.